ورجعنا لكم من الفاصل ولسه مستكملين برنامجنا دقة قلب. وفقرتنا النهارده مميزة جدا، فقرة عن جمالك انت، ازاي تعتني ببشرتك وجمالك وازاي تخلي بشرتك نقية ونضرة. عشان كده النهارده معانا استاذة بنصيح حسني، خبيرة العناية بالبشرة ومدرب معتمد. اهلا بيكي. اهلا بيكي. وكمان ورانا استاذة أميرة محمد، خبيرة الرموش، هتقولي لنا النهارده ايه هي تركيبات الرموش والرموش الدائمة وكل الكلام ده، عشان هو ترند عند البنات كلها. في اهلا البداية بيكي. بنصيح، حابة أعرف منك إيه اللي ممكن تعمله بنت أو سيدة لما تروح عندك الكلينيك بتخلي بشرتها ترجع نضرة وجميلة وخالية من التجاعيد؟ طبعا احنا عندنا كذا حاجة او كذا تريتمنت بيتعمل. عندنا حاجات للشعر وعندنا حاجات للفيس وعندنا حاجات حتى للجسم. من اول الهير تريتمنتس العلاجية او للناس اللي عندها تساقط في الشعر، ممكن اوقات بنعمل درما بان وبميزوثيرابي مثلا، او بنعمل اوقات حقن او حاجات زي كده، بدكاترة طبعا متخصصين. عندنا كمان تريتمنتس للفيس، عندنا زي الديرما بان او المايكرو نيدلينج، وعندنا الفيشلز العادية. والفيشلز دي انواع كتيرة جدا جدا. الستبس بتاعت الفيشلز بتكون تنظيف عميق للبشرة مع اكستراكشن مع اكسفولييتنج، علشان نظبط البشرة او نعالج مشاكلها اذا كانت بيجمنتيشن تصبغات او رينكلز فاين لاينز تجاعيد او اكني اللي هي الحبوب. بلس كمان عندنا تريتمنتس زي البيلينج. البيلينج ده تريتمنت بيفتح البشرة او بيعالج البيجمنتيشن في اي منطقة في الجسم. فلو حد بيعاني مثلا من مشاكل زي مناطق غامقة في الجسم، الركب والكعان والحاجات دي، بنقدر ان احنا نعمل لهم سيشنز بيلينج. وده طبعا بيتوقف على الكشف المبدئي، والدكتور هو اللي بيحدد بقى هي هتعمل ايه بعد كده. تمام، معانا صور بعد اذنكم اعرضوها. برضو قولينا لما الصور تتعرض فهمينا. ده الديرما بان والديرما رول. تمام. الفرق طبعا بين الديرما بان والديرما رول كجهازين فرق كبير جدا. انه ليه البنت تعمل او تروح كلينك تعمل ديرما بان وهي عندها ديرما رولر في البيت؟ ايه الفرق؟ الديرما رولر بتبقى مقاس واحد، كلها الماشين كلها مقاس واحد، فلما بتمشي على البشره مش كل اريا في البشره بتاخد نفس المقاس ده. بينما الديرما بان الدكتور بيقدر ان هو يغير المقاسات من اريا للتانيه. فانا لما باجي اشتغل ديرما بان البيشنت بغير المقاس بتاعها، مثلا ممكن ارياز اشتغل على نص ملي، ارياز على ربع ملي، وفي ارياز بعلي مثلا على واحد او واحد وي. هي عبارة عن ليه الشكشكة دي؟ ايوه مايكرو نيدلينج، نيدل صغيره جدا بتشكشك، وبعدين بحط معاها ميزوثيرابي اللي هي فيتامينز للبشره. فالشكشكه دي او الجروح اللي بتحصل في البشره بتساعد ان الميزوثيرابي ابزورب او يدخل جوه الطبقه الداخليه من الجلد، فيعالج مشكلات البشره. طبعا الميزوثيرابي انواع كثيره جدا، انواع بتعمل وايتنينج، انواع بتعالج الرينكلز، انواع بتعالج الفاين لاينز والبيجمنتيشن، الحاجات دي كلها في ميزوثيرابي مخصص ليها. تمام. طيب انت قلت لنا الفرق بين الديرما بان والديرما رول، طب ايه هي الديرما بلانينج؟ الديرما بلانينج بقى احنا معانا صورة ليها. هي جهاز عامل زي الشفرة بالظبط، والجهاز ده بيعمل بيل او بيشيل طبقة الجلد الميت. الديرما بلانينج حاجة مشهورة جدا بره مصر من زمان، لكن هي حاجة جديدة جدا علينا احنا في مصر، او ما كانتش موجودة في الاندستري بتاع الفيشل او السكين كير او البيوتي عامة. هي اداة تقشيرية مش اداة. هو ده الجهاز اللي انت بتقصدي بيه؟ هو ده الجهاز. أداة بتقشر طبقة الجلد الخارجية من البشرة، وده بيساعد انه اي سيرمز او امبلز او اي حاجة بحطها بعد الديرما بلانينج بتابزورب بشكل احسن بكتير جدا من لما احط السيرم طبعا من غير ما اشيل الجلد الميت. بلس ان هي بتعالج اوقات البيجمنتيشن او حروق الشمس، لان هي بتقشر الطبقة الخارجية كلها. تمام. هي بتوجع مثلا ولا ما بيبقاش فيها اي نهائي؟ هي الم؟ متوجعش نهائي، لكن هي مش مناسبة لكل انواع البشرة، وده برضو بيتحدد مع الكشف. يعني يعني مش لازم كل تكشف الناس الاول وبعدين نشوف ما نوع طبيعي. بشرتها ايه. اي تريتمنت يتعمل للوش لازم كشف قبليه، علشان ممكن انت تختاري لبشرتك حاجه اصلا انت مش محتاجاها. تمام. طيب ممكن تكلميني اكتر على الكورسات اللي انت بتقدميها عندك في الكلينيك؟ هو طبعا انا يعني يمكن اول حد عمل كورسات سكين كير في مصر كلها. بدات من 2014 وبدي كورس سكين كير هاو تو بي سكين كير ثيرابيست. فبعلم البنات ازاي يكونوا سكين كير ثيرابيست معتمدين ويقدروا ان هم يفتحوا اماكن خاصه بيهم كسكين كير ثيرابيست. سكين كير ثيرابيست مش لازم او مش شرط تكون دكتور، لان هي بتشتغل في الفيشل تريتمنتس بس، مفيش اي تدخل في المجال الطبي خالص. بنتعلم في الكورسات دي كل حاجه عن البشره،
البشرة من أول طبقات الجلد، مكونة من إيه، مشكلاتها، مشكلات البشرة وطرق علاجها، الأكتيف إنجريدينت الموجودة في برودكتس السكين كير اللي في الصيدليات، وإيه أفضل برودكت للسكين كير في الصيدليات، وبنتعلم كمان الماشينز كلها بتاعت السكين كير، بنتعلم كمان الماسكات المختلفة، طرق الاكسفولييتنج، طرق الاكستراكشن بتاعت البلاك هيدز والوايت هيدز المختلفة، كل حاجة. بلس ان هم بياخدوا شهادة معتمدة ويقدروا ان هم يعتمدوها من نقابة، ويبقى عندهم كارنيه تابع لنقابة، وده مش اي حد بيعمل تدريب في مصر بيدي حاجات زي كده، فهي بتكون سيرتيفايد، تقدر ان هي تفتح مكان وتقدر ان هي تشتغل بكل اريحية. طب انت مثلا ممكن تقدري تقولي للعميل عندك بعد ما بتخرج تقولي لها مثلا تستعملي كريمات معينة بعد ما تعمل تنظيف للبشرة؟ طبعا هو لازم بعد ما بتخلص جلسة تنظيف البشرة لازم تطلع بروتين كامل للبشرة، تستخدم ايه ديلي روتين وتستخدم ايه ويكلي روتين، يعني لازم يبقى عندها اكسفولييتنج او سكراب اسبوعي، وكمان ماسك اسبوعي، بلس الحاجات اللي هي بتعمل كل يوم بقى، الميك اب ريموفر والغسول والتونر والمسترايزر والاي كريم، كل الحاجات دي بتتحط لها في الروتين. تمام. على حسب طبعا البادجت بتاعتها بنظبطها مع بعض. تمام. وانتي اسعارك اكيد حلوه جدا للساده المشاهدين. ودايما بعمل اوفرز يعني. طيب يا جماعه تابعوا استاذه فانسي لو حابين تتواصلوا معاها عن طريق ارقامها الموجوده على الشاشه، وكمان على صفحتها على الفيسبوك سكين كير باي فانسي حسني، ومن خلال الانستجرام فانسي اندر سكول لونج. برضو هنكمل مع اميره والرموش بقى وهوس الرموش وترند بقى لكل البنات. حابين نعرف اكتر عن الرموش، انت مثلا لما بتدي عميل يجي لك العياده بتعملي ايه؟ بتقولي له مثلا انا دلوقتي انا عايزه اركب رموش دايمه، هل مثلا بتقع بعد فتره معينه؟ يعني بتقعد معاه قد ايه؟ هل كل البشرات ممكن ان انت تركبي لها رموش ولا لا؟ مبدئيا هو الموضوع واسع جدا، مش ان انا بروح وانا عايزه اركب لاشز فهاجي وهقعد واركب، لا بيبقى في انواع وفي ثكنس معينه ولينجس معينه. لما بيجي كلاينت وعايز يركب رموش ده بيعتمد على حاجتين، هل هي اول مره تركب رموش ولا دي هي متعوده على كده وعارفه ديزاين معين هي بتعمله وجايه عليه، جايه انا عايزه اعمل ده. طبعا لو هي عايزه ده وحاجه هي بتعملها بنعمل لها الديزاين اللي هي عايزاه عادي مفيش مشكله، لكن لو هي بقى دي اول مره وعايزه لسه تخش الاكسبيرينس جديده عليها بنصورها اول لما بتيجي، وبناء على زوايا العين نفسها، فتحه العين، المسافه اللي عندها، دي بتحدد الشكل اللي احنا هنختاره. طيب انت اللي بعد ما بتركبي الرموش بتقعد قد ايه؟ بصي هو المفروض ان الرموش دي كل الناس بيقولوا عليها رموش دايمه، انا مش بحب الاكسبريشن قوي لان هو مفيش حاجه دايمه معاكي، هي دايمه دي احنا بنستخدمها بس لان انت تقدري تواظبي بيه على يومك عادي، ما بتعطلكيش عن حاجه، ما بتشيليهاش وبتحطيها. بس هي ما بتقعدش معاكي لو انت ما عملتيش ريفال، ما بتقعدش معاكي اكتر من 3 ويكس، يعني بعد 3 اسابيع، لازم من 2 ل 3 اسابيع كمان، يعني ممكن في ناس بتبقى بعد اسبوعين اللاشز بتقع منها، تعملي ريفال، بتكملي على الرموش الحاجات اللي وقعت بتحطيها تاني، ممكن بالريفيل ده تقعد معاكي ماكسيموم 3 شهور، ما بتقعدش اكتر من كده. تمام. يعني انا ممكن بعد ما اركب الرموش اغسل بشرتي عادي واغسل وشي مش هتقع؟ 24 اور بعدها بنتعامل بالميه عادي، مفيش اي مشكله، عادي حياتك اليوميه عادي جدا، اهم حاجه ما يجيش ناحيتها اويل. احنا برضو معانا صور حابين نشوفها على الشاشه. تمام. اشرحي لنا اكتر ده قبل وده بعد الرموش. لا دي اللاش ليفتنج. تمام. ده في الفرق ما بين اللاش ليفتنج واللاش اكستنشن. ده اللاش ليفتنج ده حاجه تانية خالص غير اللاش اكستنشن. اللاش اكستنشن الصوره اللي تحت دي بقى بالكثافات معينه، طبعا في صور معانا تانية لكثافات تانية. اللاش ليفتنج دي بتتعمل على الرموش نفسها، ما بحطش اي رموش فوق الرمش الطبيعي بتاعي، في مواد معينه برفع بيها الرمش وبثبته بشكل ناتشرال يديها لوك كويس، وما بتركبش حاجه، لان في ناس بتميل للفكره دي ان انا مش عايزه احط اكستنشن على رموشي، انا عايزه رموشي بس في نفس الوقت تبقى شكلها حلو دايما كاني حاطه ماسكرا. فبيروحوا للاش ليفتنج. تمام. طب وبالنسبه اشرحي لنا الصوره دي انت ركبتي ايه؟ لا دي لاش ليفتنج برضو. تمام. بس في معانا صور تانية للاش اكستنشن، دي نوع من انواع اللاش اكستنشن، دي الكلاسيك. طبعا هو احنا قلنا ان هو في انواع كتير منه، في كلاسيك وفي فوليوم وفي ميجا فوليوم، ده على حسب الكثافه اللي الكلاينت نفسها عايزاها. كلاسيك ده بيديها لوك ناتشرال، ان هي تحس ان هي طبيعيه، مفيش اي حاجه اوفر، كانها بس ماسكره محطوطه. تمام. ودي كمان برضو كلاسيك لوك بس عامله وينجز شويه، طبعا ده بناء على فتحه عينها هي
الفتحه عندها عامله ازاي، وهي حاطه ماسكارا ديزاين. لا هي مش حاطه ماسكارا، مش حاطه ماسكارا، هي طبيعيه كده، هي طبيعيه بتديكي لوك كانك حاطه ماسكارا. جميله جدا. طيب بالنسبه للناس اللي برضو بتحط رموش دايما، هل بيحصل لهم حساسيه، ولا انت مثلا اللي عندهم حساسيه بتمنعيهم خالص ان هم ما يحطوش؟ بصي هو احنا طبعا انت لو رايحه لحد تكنيشن هو بيجيب جلو كويس، ف نو واي ان هو يعمل لك حساسيه او يدخل جوه العين. الحساسيه دي تبقى جوه العين نفسها، فنو واي ان الجلو يتحط على يدخل جوه العين ايا كان نوعه ايه، هو بيتحط على اللاش نفسه، فكده كده الجلو مش بيعمل حساسيه. في انواع جلو للسنسيتيف اي ممكن تجيبيها، بس دي بتقعد معاكي وقت اقل من الجلو العادي. تمام. طب انت لما بتركبي الرموش بتبقى رسمه واحده، ولا كل كلاينت بيبقى مختلف عن التاني؟ لا طبعا كل كلاينت مختلف عن التاني، لان زي ما قلنا في ديزاينات، في كذا ديزاين للرموش، ده بيفرق عن عين للتانية. اي عين احنا عايزين نوصل للايدل اي، العين شكل العين اللي هو مفتوح وشكلها حلو. فلو هي عندها عينيها مكسوره شويه، انا بحط لها ديزاين يفتح لها فتحه العين دي، لو عينيها كويسه حاجه ترفعها لها فوق شويه وينجز. فبالتالي في حاجات تنفع مع كلاينت ما تنفعش مع كلاينت تاني. طيب طب ومده السيشن، لما الكلاينت بيجي لك الكلينيك بتبقى مده السيشن قد ايه؟ لاش اكستنشنز بياخد تقريبا من ساعتين لثلاثه على حسب التكنيشن اللي بيعمله. ما شاء الله كتير. دي الازمه اللي فيه، ان انت بتبقي قاعده فتره كبيره، بس هي دي الفتره الاساسيه فيه، لان انت بتركبي رمش رمش على الرموش نفسها. فشوفي احنا عندنا عدد رموش قد ايه، فاي سيشن اي حد بيعملها له اقل من ده، فدي مش لاش اكستنشن. يعني بتنصحي الناس كلها مش اقل من ساعتين؟ عشان انت تبقي عارفه ان انت اللي انت بتعمليه ده صح، هو من ساعتين لثلاثه. لو اقل من كده ما ينفعش. لا اقل من كده بقى ممكن بالظبط، اللي هو انا اعرف في ناس بتعملها ربع ساعه نص ساعه وخلاص هو كده عملت اللاشز، بس دي مش اللي احنا بنتكلم عليها خالص. تمام. طيب بالنسبه للرموش الطبيعيه، انت لما بتركبي الرموش الدايمه بتاثر عليها، بتقع مثلا؟ بصي هي هتقع في حاله ان انت رايحه لحد مش كويس، لان هو هيركبها لك غلط. انت رايحه لحد مش فاهم هو هيعملها ازاي، هيركبها غلط، هيسد المسام بتاع الرمش نفسه، فبالتالي هيقع. لكن لو رايحه لتكنيشن كويس هيركبها لك بطريقه صح، هي مش هتقع، مش هتاثر على رموشك خالص. تمام. طب هي تركيب الرموش ليها اضرار، يعني على المدى القريب او المدى البعيد؟ يعني لو واحده بتركب رموش بصفه مستمره ليها اضرار على عينيها مثلا، على صحتها؟ على المدى القصير هو مفيش اي اضرار ليها خالص، زي ما قلنا هي الرموش بتقع من يومين لخمس من رمشين سوري لخمس رموش في اليوم. فانت ده رمشك الطبيعي الناتشرال لاش بتاعك انت. تمام. من رمشين لخمسه، فبالتالي لما هيقع هيقع عليه الرمش اللي متركب، عشان كده احنا بنحتاج نعمل ريفال. دي الحاله الوحيده بس اللي الرمش بيقع فيها، ان هو بيتجدد السايكل بتاعته بتتجدد لوحدها. لكن اضراره هو ما بيدركيش خالص، لان زي ما قلنا هو بيلمسش العين. على المدى البعيد ممكن يكون فيها اضرار لو حد بيعملها باستمرار، يخلص مثلا الشهرين يروح يعمل نيو سات ويعمل تاني، ما بيديش فرصه للشعر نفسه يبقى كويس، يطلع طبيعي. فانا بنصح اي حد هو بيحب اللوك ده او بيبقى بيعمله كتير، ممكن يعملها لمده 3 شهور، بعدها يريح شويه وبعدين يعمل نيو سات تانية عادي. طب مثلا في مثلا روتين ديلي مثلا للرموش انت بتنصحي بيه؟ اهم حاجه ان بعد الكلاينت ما بتمشي طبعا بنديها التعليمات كلها، ان هي تتعامل معاها ازاي وتعمل ايه. طبعا بعد 24 ساعه بنستعمل ميه عادي، تبعد عن اي زيوت. لو حط ماسكارا طبعا وحشه جدا مع الرموش، ما ينفعش انها تحط ماسكارا خالص. بصي يعني في اضيق الحدود خالص، في حاجه في مره كده او بتمسحها بميك اب ريموفر بعدها، ما ينفعش، لان هي بتلزق الرموش في بعض، فبالتالي بتخلي حركتهم مش طبيعيه، فبتخلي فرصه وقوعهم اسرع. طب فانا احطها امسحها بميك اب ريموفر ما يكونش اويلي، ما يكونش فيه اويل، دي اهم حاجه. وبراشنج بقى بتاخد هي براش بعد السيشن بتبقى معاها، لازم كل يوم او مرتين في اليوم تعمل براشنج للرموش نفسها، بحيث ان هي تكون متسرحه جنب بعضها، بطريقه طبيعيه، مفيش حاجه داخله في الثانيه. طب مثلا لو هي حابه تحط رموش اكستنشن، فانت تنصحيها بايه، تحطها ولا لا؟ يعني الجلو مثلا هي حاطه رموش دائمه وعايزه تزودها اكتر وتحط رموش صناعيه؟ لا هي لا بصي هي دي حاجه تانية خالص، يعني ما ينفعش ان هي تعمل ده فوق ده، لان هي بترك. هو ينفع عادي، ما فيش مشكله ان هي بتعامل كان دي رموشها العاديه الطبيعيه، فعايز تحط فوقيها تاني اوكي ما فيش مشكله، بس الرموش دي بتقعد وان داي،
فهي هتروح وهتشيلها، بس هي على هتبقى اساس لو حاسساها خفت يعني مثلا بعد اسبوع او اسبوعين زي ما انت بتقولي يبتدي الشعر بيقع، بالظبط. فبتبقى رموشها اقل شويه، فهي مثلا عندها ايفنت ومش لاحقه انها تجيلك. تيجي تعمل ريفال مفيش مشكله لو هي حطتها وان داي عادي. هو الفكره بس في الرموش اللي هي دي ان الناس ما تحطهاش كتير، لان هي بتتحط على الرمش، المنبت بتاع الرمش نفسه، فبالتالي بتسد مسام الرمش فبتقع اسرع. يعني طب رموش ناخد الوان اخر صورة معانا علقنا عليها. دي برضو نوع من انواع الاكستنشن اللي هي الفوليوم. الناس بتبقى حابه اللي هو ما يبقاش اللوك ناتشرال، يبقى باين شويه ان هي حاطه حاجه على رموشها. دي ميجا فوليوم، دي بقى اللي هي اكسترا فوليوم، فوليوم اكتر. الناس جميلة بقى جدا. بتحبها سهرات، ممكن مثلا عروسه بيروحوا للجانب ده شويه. تمام. وفي نهاية حلقتنا بشكركم وبشكر أستاذة بانسي خبيرة العناية بالبشرة ومدرب معتمد، وأستاذة أميرة محمد خبيرة الرموش. ويا رب مشاهدينا الأعزاء تكونوا استفدتوا من الحاجات الجميلة اللي هم قدموها لنا النهاردة والمعلومات القيمة، وتشوفونا إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الميعاد وبرنامج دقة قلب. كانت معاكم نورهان محمد، شكرا ليكم والسلام عليكم.